انعقد اليوم بمقر مفوضية السلام اجتماع سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور برئاسة رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو. أوضح الدبيلو في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق لتنفيذ اتفاقية السلام وقضايا بناء السلام في السودان، بجانب المطلوبات الأولية التي دفعت بها حكومة السودان للأمم المتحدة، وذلك توطئة للشروع في تنفيذ اتفاق السلام. وأبان أن الاجتماع شاركت فيه كافة المنظمات وممثلو الأمم المتحدة الذين التزموا بتمويل المطلوبات الأولية التي تقدمت بها الحكومة لبناء السلام. وأضاف رئيس المفوضية أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة فنية لوضع المشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة. ناقش الاجتماع القضايا التي تهم بناء السلام وتنفيذ اتفاقية السلام، والحمد لله تم النقاش القضايا الأولية المطلوبة من قبل الأمم المتحدة لدعم الأمم المتحدة للشروع في التحضير لتنفيذ اتفاقية السلام، وقد جرى الاجتماع بشكل إيجابي وتفاهم كافة المنظمات الموجودة وممثلي الأمم المتحدة، والتزموا بدعم المطلوبات الأولية التي تقدمنا بها